السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص وظيفي: كورونا يدق الجرس، منار اللغة العربية على بركة الله. إذن هذه الصفحات. إذن مرحبا بكم في قناة كن جميلا. أذكر بعض الأمراض المعدية: الحصبة، مرض إيدز وهو مرض نقص المناعة المكتسبة أو المكتسب، داء السل. هذه بعض الأمثلة للأمراض المعدية. أتحدث إلى زميلاتي وزملائي كما عما أعرف عن وباء كورونا. إذن تظهر علامات وأعراض كوفيد 19 اللي هو كورونا بعد يومين إلى 14 يوما من التعرض له، وتسمى الفترة التالية للتعرض والسابقة لظهور أعراض فترة الحضانة. يمكن أن تتضمن العلامات والأعراض الشائعة ما يلي: الحمى، السعال، التعب. إذن هذا بعض ما عرفته عن فيروس كورونا. ويمكن أن تضيف أنت معلومات أخرى: أين ظهر وكيف ظهر، ربما قد تعرف هذه المعلومة. إذن نمر إلى أسئلة أخرى. ألاحظ الصورة وأصفها. الصورة تعرف فيروس كورونا المستجد ومكان ظهوره وآثاره على المصابين. أنطلق من الصورة وعنوان النص وأتوقع الموضوع الذي سيتناوله. إذن أتوقع أن يعالج النص أسباب ظهور فيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه. إذن هذا هو النص. يعد مرض كوفيد 19 مرضا معديا، وهو من الأمراض الخطيرة التي قد تسبب وفاة الإنسان وتحول إلى جائحة بعد انتشاره الواسع في جل بلدان العالم ومنها بلادنا. وقد بادرت الدولة المغربية منذ ظهور الإصابة بهذا الوباء إلى إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، كما أغلقت المقاهي والمدارس والمساجد درءا للوباء الفتاك وحصرا لانتشاره، وقدمت حفظ صحة المواطن على الاقتصاد مفضلة الحياة على المال، بل جاعلة هذا في خدمة تلك، خصوصا بعد إحداث صندوق التضامن لهذا الغرض، وعوضت التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد، وعبأت الإعلام بمختلف منابره ليؤدي دوره التحسيسية بعبارات تحث المواطنات والمواطنين على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة المتمثلة في حماية الذات والآخرين من هذا الوباء. مهم على أي أتم قراءة النص. أنمي رصيد معجمي، أحدد معنى الكلمات المكتوبة بلون مغاير حسب سياق النص. أغلقت الدولة المقاهي والمدارس والمساجد درءا للوباء الفتاك دفعا ومنعا، درءا يعني دفعا للوباء، منعا للوباء. يسعين في مناطق نفوذهن لأجل نجاح الحجر. نعم، و يعني أنسب معنى هو استقرار. لاحظ الجميع باستغراب بعض السلوكات غير المدنية. إذا لاحظ الجميع باندهاش بعض السلوكات غير المدنية. نعم، أحدد شبكة مفردات كلمة التضامن. التضامن هو قلنا شبكة مفردات ونذرت خريطة. إذن نعود، إذن بالنسبة للخريطة نكملوها. إذن كانت الخريطة نديرو لها بحال هكا، دابا غنبدلوها وغنديروها شبكة مفردات. ما انتبهتش. إذن التضامن مؤسسة محمد السادس، المحتاجين، تبرع بالدم، إعانات، يعني بعض يعني شبكة لها علاقة بالتضامن، تعاون وكذا. نعم،
أذكر عملين قامت بهما الدولة المغربية للحد من انتشار جائحة كورونا. إذن أو بعض الأعمال، إذن إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، عوض التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد. إذن هاتين عمليتين وهاتان عمليتان إذن ساهم الشعب المغربي في محاربة وباء كورونا. أذكر بعض الأمثلة على ذلك. إذن التبرعات التي فاقت التوقعات، وضعت يعني المغاربة وضعت الفنادق والمصحات رهن إشارة الدولة. هذه بعض يعني الأعمال والمساهمات التضامنية التي أبان عنها الشعب المغربي. إذا أختار الجواب لما يأتي. في الفقرة الثالثة أرادك أن يبرز وصول المرأة المغربية إلى مناصب مهمة، دور المرأة المغربية في محاربة الوباء، تفوق المرأة المغربية في بعض الميادين. إذا باء، دور المرأة المغربية في محاربة الوباء. لماذا استغرب الكاتب تصرفات بعض المواطنين؟ استغرب لأن بعض المواطنين لم يلتزموا بالحجر الصحي ولم يحترموا المسافة أثناء التبضع وتجاهلوا وضع كمامات الوقاية. ما الفكرة التي ختم بها الكاتب النص؟ نعم، يتنبأ الكاتب بعالم جديد بعد كورونا، عالم يعلق جرسا للتنبيه من الأخطار القادمة، وعليه حماية نفسه من أجراس مستقبلية. سأخرج من النص ثلاثة مظاهر، مظاهر دالة على ما يأتي، مظاهر دالة على التضامن، مظاهر دالة على المواطن، ومرأة متداخلة. هذه يعني هذه المظاهر تتداخل، المواطنة التضامن يدل على المواطنة، المواطنة فيها شيء من فيها التضامن. إذا نقول مثلا تضامن التبرعات المالية، مظاهر دالة على وضع الفنادق والمصحات رهن إشارة الدولة، منحت مؤسسات المالية وبناء مهلة، نكمل الجملة من النص، مهلة لأداء الديون. هبت الطبيبة والممرض أستاذة كذا 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 إلى الرجل، يعني كسبوها. مظهر آخر، عوض فاقدو الشغل، ثم الاعتراف بالجميل لأطر الصحة. المهم هذوك راهم الداخل، الأجوبة تتشابه. راه ممكن شي حاجة ديال المواطنة تكتبوها في التضامن، التضامن تكتبوها في المواطنة. أستخرج من النص سلوكين غير مدنيين في التعامل مع الجائحة. لأن عدم وضع كمامات الوقاية، عدم احترام مسافة التباعد. أوضح المقصود بكل جملة من الجمل الآتية حسب سياقها في النص. مقدمات صور نبيلة عن نبوغ المرأة المغربية، يعني معنى قدمت النساء سلوكا ينم عن علو كعب المرأة المغربية ودورها الهام في بناء الوطن ومواقفها المهمة أثناء الجائحة. ب، ليست الصورة وردية تماما، تحدث الكاتب عن مواقف إيجابية المواطن، لكن هذا لا يمنع من وجود سلوكات تشوه هذه الصورة الجميلة. يعلق الجرس في عنقه من الداخل منبها، يعني أن العالم يجب أن يبقى دائما حذرا مستعدا ويبقى منتبها على الدوام. يعني أضع علامة
أمام كل جواب صحيح قصد الكاتب في النص تعريف كورونا، شرح كيفية انتشار الوباء، شرح موقف المغاربة من انتشار الوباء. الجواب التالي جيم. أقسم النص إلى فقرات وأعطي كل فقرة عنوانا. إذا الفقرة الأولى التعريف بكوفيد 19، ثانيا مواجهة الوباء، ثالثا تضامن المغاربة، رابعا المرأة المواطنة، خامسا سلوك غير مدني، أخيرا الانطواء اللي كيتحدث على الجرس نديرو لها جرس. هنا تقريبا ست فقرات صغيرة وقصيرة. نعم أصوغ ملخصا لمضمون النص. منذ بداية المرض استجاب المغاربة لنداء الوطن وطبقوا الإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية الجميع، حيث التزموا بالحجر الصحي وأبدوا انخراطهم بجدية، وانطلقت حملات التبرع في جو تسوده روح المواطنة وثقافة التآزر والتضامن، ووضع البعض الفنادق والمساحات تحت تصرف الدولة. ولا ننسى تألق المرأة المغربية خلال فترة الوباء، فهبت النساء كل واحدة حسب اختصاصها لخدمة الوطن. وفي ظل هذا المناخ التضامني والوطني ظهرت سلوكات غير مدنية غير ملتزمة بالإجراءات المقررة. لذا وجب على العالم أن يأخذ العبرة من هذا الوباء ويضع جرسا للتنبيه ليبقى دائما على استعداد. نعم نقلوا هذا. لن أبدي رأيي في بعض السلوكات الغير المدنية. رأيي نحن لا نعيش في المدينة الفاضلة، فلا بد من وجود أشخاص غير ملتزمين باحترام القانون، ولكن الأهم هو السلوك العام، ولا تهمنا السلوكات الشاذة التي لا تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع. مهم هذا رأيك، حاول تكمل. إذا أبحث في كتب التاريخ أو في الإنترنت عن وباء شبيه بوباء كورونا سبق للمغاربة أن عاشوا كنا أوبئة كثيرة، جدري، كوليرا، وصلوا على رسول الله.